مرحبا، بفيديو اليوم رح نتعلم مع بعض كيف نعمل وصفة كيكة البرتقال بطريقة سهلة، وكمان رح تطلع معانا كتير ناجحة وطرية ومرتفعة. رح أشارك معاكم الوصفة بالتفصيل ونحكي كل المعلومات والخطوات اللي بتخلي الكيك يطلع معي ناجح وطري وهش. لو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوا تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. أول شي رح نحكي عنه هو قالب الكيك. معروف إنه قوالب الألمنيوم من أفضل القوالب اللي ممكن تستخدموها لخبز الكيك. مادة الألمنيوم مع لونها الفاتح بتخلي توزيع الحرارة واستواء الكيك يكون عنا ممتاز. هلأ لحتى أحضر القالب لازم أدهنه بمادة دهنية، زيت، زبدة أو سمنة، وبعدين بغلفه منيح بالطحين. هلأ عندي بعد ما وزعته بسبراي الزبدة منيح رح أبدأ أوزع الطحين، وبكون حريصة أنه يتغلف القالب منيح بالطحين وما أترك أي فراغ. لو عم تستعملوا نفس القالب ما تنسوا دائما المنطقة اللي بالوسط تغلفوها منيح لحتى ما يلزق عنا الكيك. بهاي الطريقة بضلني أوزعه على كل الأطراف حتى أتأكد أنه تغلف عندي منيح. وآخر شي منكت القالب من الطحين الزايد وهيك بيكون عندي جاهز. هلأ في خطوة مهمة رح أعملها، أني رح أنخل الطحين. عندي هون طحين متعدد الاستعمالات كوبين ونص، بستخدم دائما الأكواب المعيارية حتى أخذ نفس النتيجة. بنخل الطحين وبخليه على جنب، ورح أشغل الفرن من تحت على حرارة 180 وأبدأ بتجهيز الكيك. عندي هون 5 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة. شو يعني بدرجة حرارة الغرفة؟ يعني منطلعهم من الثلاجة قبل تقريبا بساعة من لما نبدأ تحضير الكيك. منضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة أو البودرة، وهلأ رح أخفقهم مع بعض تقريبا دقيقتين على سرعة عالية. وأنا عم بخفقهم ضفت عليهم تقريبا معلقة صغيرة من برش البرتقال، بيعزز عندي من نكهة البرتقال بالكيك، وكمان بيساعدني إنه يروح من زفرة البيض. وهلأ ضفت عليهم 1.5 كوب من السكر، وبخفقهم كمان لدقيقتين سوا، بعدين بضيف عليهم 1.25 كوب من زيت النباتي. أنا هون مستخدمة زيت ذرة. ضل عندي هلأ الطحين اللي نخلته قبل شوي، وعندي كمان 1 كوب من عصير البرتقال الفريش. هلأ رح أبدأ بالتناوب بينهم، أضيف شوي من الطحين وشوي من العصير لحتى تخلص عندي الكمية. وضروري نراعي انه ما نحرك بزيادة لحتى ما يطلع عندي الكيك ناشف. مجرد ما يختفي الطحين بنكمل باقي الخطوات. آخر إضافة عندي هي 3 معالق صغار من البيكنج باودر، بحركهم سوا بس لحتى يختفي عندي، وبيكون عندي هيك خليط الكيك جاهز. بالسباتولا بتأكد إنه ما في شي ملزق عندي على الأطراف وكل شي انخلط كتير منيح. هلأ بدي أصب خليط الكيك بالقالب اللي حضرناه بالأول. هيك بيكون قوام خليط الكيك، ما بيكون عندي كتير جامد، وبنفس الوقت لما نصبه بينزل بشكل متواصل بدون ما يتقطع. وهلأ بدخله على فرن مشغل مسبقا على الرف الوسط على حرارة 180 درجة. في معلومة كتير مهمة، ضروري إنه ما نفتح أبداً على خليط الكيك وهو بالفرن قبل ما يمر عليه من 20 لـ25 دقيقة. الكيك عندي أخذ بالضبط 40 دقيقة. شوفوا ما شاء الله كيف طالع مرتفع وناجح وريحته كتير حلوة. رح أخليه بالقالب تقريباً 20 دقيقة لحتى يبرد عندي شوي قبل ما أقلبه، لأنه الكيك إذا قلبناه هو ساخن رح يتفتت.
قبل ما تقلبوه دائما تأكدوا من الأطراف والحواف إنه ما في شيء ملزق، بعدين اقلبوه وإن شاء الله إنه بينزل عندكم تمام. حبيت أزينه بشرائح من البرتقال، كرملتها على نار هادية مع شوية سكر حتى صارت عندي بهذا اللون. طبعا مثل دايما رح تلاقوا الوصفة مكتوبة بالتفصيل بصندوق الوصف أو بالدسكريبشن بوكس. هيك وصفتي صارت جاهزة، بتمنى أنه تجربوها وأنا متأكدة أنه رح تحبوها كتير. وإذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ونلتقي إن شاء الله بفيديو جديد. باي باي.